من عائلة بسيطة ومن حي بسيط، نشأت موهبة تحمل معها الكثير من الأحلام التي طالما راودت هكذا عوائل. وثمة مقولة مأثورة: إنما تنشأ المواهب العملاقة من عائلات بسيطة. كان عماد محمد قد تميز عن أقرانه ولو أنهم طاقوه في الدراسة التي عزف عنها ليطور ولعه بالكرة، تلك التي لم تنم عينه إلا وهي بين أحضانه. الحزم والثقة والتفاؤل والموهبة كانت عوامل تؤطر حياة ذلك النشء الصغير. وجاء إلى بغداد، كان حلمه أن يلعب في نادي من أنديتها حيث الأضواء والشهرة. فتلقفه بسرعة النادي العريق ذو الشهرة الواسعة الزوراء. كان عماد محمد قد حرم نفسه من كل ما يحتاجه شاب مثله. كان يجمع مصروفه وما يحصل عليه كي يشتري به قميص لعب أو حذاء. كان يريد أن يحجز مكانا له، وتحقق له ذلك. وما انحط رحله في بغداد حتى كان محط الأضواء في كل مباراة يلعبها، وبدأ شهرته تتسع، خاصة بعد أن أحرز لقب هداف نهائيات آسيا للشباب في طهران، معيدا إلى الأذهان سطوة الكرة العراقية وأمجاد الهداف الشهير حسين سعيد الذي حاز اللقب نفسه من طهران، ومعطلا الكمبيوتر الياباني الذي تطور كثيرا لكنه لم يستطع قهر المواهب. وراح يشارك النادي الشهير أفراح إحرازه الكؤوس والألقاب، وبدأت الفرق تحسب له ألف حساب، وأضحى الورقة الرابحة لمدربيه واللاعب الذي يغير النتيجة متى شاء. وبدأ يتلقى جرعات تدريبية قبل الخوض في نهائيات آسيا للشباب. وفي نهائيات آسيا للشباب التي جرت وقائعها في طهران بدأت تنجلي مواهبه بصورة جلية، فما تنتهي مباراة إلا وبصمته عليها، حتى تمكن من إحراز هداف آسيا عن جدارة وتمكن. سأترك لكم متعة النظر إلى فنون ومهارات هذا اللاعب الذي يراوغ ويناول ويسدد متى شاء دون تردد أو وجل. Thank you.
طبعا هداف افضل لاعب في البطوله. طبعا هذا في شيء اعتز به واجاب مجهود من قبل، يعني مو في شيء حصلت عليه وحدي وانما حصل من قبل اللاعبين والكادر التدريبي، والحمد لله والشكر يعني في شيء اعتز به هذا، وان شاء الله احقق في شيء اكبر من النهائيات ان شاء الله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الفوز الحمد لله والشكر بداية مشوارنا، وقدرنا نحقق نتيجة طيبة في بلدنا، وهذا الانتصار الكبير اللي حققناه اليوم يعني لازم نعزه بالمباراة الجاية ونحقق فد نتائج أكبر من هذا اللي حققناها، وتأهلنا لنهاية كأس العالم راح يكون فد شيء يعني كبير لهذا البلد رغم الحصار اللي يمر به هذا البلد. أهلا وسهلا. المباراة قدمنا بالشوط الأول واحد الخامات الشابة اللي الآن بدأ دورها وعطاها يبرز بشكل تمام، لكن احنا لازم هذه الخبرة وهذه الخامة يجب أن نطورها في هذه اللحظة، يعني في هذه اللحظات، وإلا من يفوت الزمن راح يبدي بالتراجع لأنه ما راح يلاقي من يسنده ومن يعينه. فلذلك انه اتمنى انه لهذا اللاعب انه يشوف طريقه في الاحتراف على مستوى كبير حتى يتخطى حدود امكانياته الحاليه ويبرز امكانياته اللي اتوقع انه عنده اكبر من ما يمتلكه الان، واعتقد انه يعني راح يكون نجم اذا وفق رب العالمين ان شاء الله. تعتقد انه بامكان الاحتراف يعني في خارج العراق والاوروبي خاصه؟ نعم، بالنسبة إمكانياته، سرعة، ذكاء، مهارات تأهله أنه يلعب في الدور الأوروبي، ومثل ما قلت لك أنه الآن الوقت المناسب، بس يتأخر يعني فترة زمنية أخرى قد ما يقدر يلحق على نفسه لأنه الآن في طور النمو وفي طور البناء الصحيح. يعني نظرتك إلى كلاعب كبير ومدرب كبير إن شاء الله، مميزات اللي يمتاز بها عن أخرانه؟ الميزات اللي يمتاز بها أنه مهارته جيدة جدا مع السرعة مع الكرة، يعني كرة القدم هي تتميز بالسرعة، السرعة المميزة، بس القوة المميزة بالسرعة، عنده قوة مميزة بالسرعة وعنده تكنيك جيد، زائدا ذكاء داخل الملعب أيضا جيد، يعني فأتوقع إن شاء الله يكون نجم عربي إن شاء الله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحظوظ فريقنا يعني بهذه النهائيات اللي راح تكون في إيران في هذا الشهر، طبعا احنا راح مستعدين لهذه البطولة استعداد جيد، وان شاء الله يعني نريد نروح نحصل على فد نتيجة يعني ترضى هذا الجمهور وترضى هذا البلد الكبير اللي يعني ما حصل على فد انتصار من زمن طويل، وهذا بسبب يعني الحصار جائر وبسبب يعني هواي شغلات صارت في هذا القطر، وان شاء الله احنا راح نحقق في النتيجه ترضي هذا الجمهور الكبير. وبالنسبه للفرق المشاركه بهذه النهائيات طبعا فرق كبيره ومستعده استعداد جيد، وان شاء الله احنا نحقق في النتيجه ان شاء الله. لقد انقذ القائد الايمن كره لعبها عماد محمد في الدقيقة السابعة، وبعد ثلاث دقائق فقط رد القائم الإنسان كرة لعبها مسلم لاعب، وفي الدقيقة الثالثة تحسب خرج عماد محمد في الحارس ولعب كرة أخذت طريقها إلى الشباك إلا أن المدافع أرسلها في اللحظات الأخيرة. وبظل من السيادة الزورائية الواضحة في الدقائق العشرين عماد محمد مهند ناصر في منتصف